هذا الشح في المواد الغذائية دفع مواطنا يمنيا للسخرية من الوضع المعيشي بسبب الحرب، فاستشهد بمقولة لماري أنتوانيت الشهيرة: إذا لم يكن هناك خبز كلوا بسكوت. ما في شيء بسكوت، الدنيا حرب غرض لك بسكوت. جاي شعبيين تنباكي وبين جاي تنباكي وحرب في عدن تنباكي وما يشوفوا في تنباكي وجاي تنباكي وجاي غرض لك بسكوت تنباكي جاي تنباكي.